نوعين من الاكتئاب ما بيصيبوش غير السيدات، بس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. جوه الاضطراب بتاع الاكتئاب بتبقى له انواع ومحددات مختلفه سبيسيفايرز، سواء في الشده بتاعته، سواء في الكورس بتاعه، المسار الزمني بتاعه، او سواء الاعراض اللي بتبقى مصاحبه ليه. لكن في نوعين من انواع الاكتئاب ما بيصيبوش غير السيدات فقط، وما دام قلنا انهم بيصيبوا السيدات فقط يبقى اكيد مرتبط بالفسيولوجيا بتاعه المراه، بالطبيعه بتاعه المراه اللي هي الدوره الشهريه والانجاب. فالنوعين اللي الاكتئاب اللي بيصيبوا السيدات فقط اللي هم اكتئاب ما قبل الدوره الشهريه، والنوع الثاني اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة. نمسك النوع الاولاني اللي هو اكتئاب ما قبل الدورة الشهرية. اول حاجة دي الترجمة الشخصية بتاعتي، لان التشخيص في الكتب مفهوش كلمة اكتئاب، هو بيتقال عليه كده Premenstrual Dysphoric Disorder، يعني كلمة ديسفوريا انا ترجمتها اكتئاب. وفي بعض الكتب بتشيل التشخيص ده من الشابتر بتاع الاكتئاب وبتحطه في فصل منفصل خاص بيه. النوع ده من انواع الاكتئاب بيعتبر نوع من انواع السوماتوسايكيك، يعني بتبقى فيه اعراض نفسيه مع الاعراض الجسمانيه، ومن اسمه كده ان هو ما قبل الدوره الشهريه، يعني قبل نزول الدوره الشهريه بحوالي اسبوع بتبتدي الاعراض. الاعراض الجسمانيه اللي بتخليني اروح عند دكتور النساء والولاده، زي مثلا الم في الحوض، تنميل، الم في الثدي، زيادة في الوزن، شوية إرهاق، لكن بتبقى معاها كمان أعراض نفسية، والاتنين بيبقى السبب فيهم في الأغلب اللي هو الاختلاف الهرموني اللي بيحصل في جسم المرأة في الوقت ده. نيجي بقى للأعراض النفسية. الأعراض النفسية بتبقى قريبة أو مشابهة للأعراض بتاعة الاكتئاب، علشان كده أنا استخدمت كلمة اكتئاب. يعني بيبقى المزاج بتاع الست في الوقت ده بيبقى متعكر، بتبقى مقريفة، بتبقى زهقانة، بيبقى فيها ممكن نوع من أنواع الحزن أو الغضب أو التوتر، أو بيبقى كمان معاها مصاحب اضطراب في النوم، سواء نوم زيادة أو نوم قليل، أكل زيادة أو أكل قليل. بسبب المزاج المتقلب ده والمشاعر المتقلبة دي ممكن الست بتدخل في نوع من أنواع التسرع في القرارات بتاعتها، او قلة التركيز، او عدم الرغبة في الشغل. فكلها اعراض بتبقى قريبة من اعراض الاكتئاب اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الحاجات دي كلها بتأثر على حياة الست في الوقت ده، او بتأثر على العلاقات بتاعتها، او بتأثر على الشغل بتاعها. عايز اوضح ان مش كل سيدة عندها المشاعر دي، او مزاجها متعكر شوية، او تعرضت لضغوط نفسية معينة، او لأزمة نفسية معينة معناها انها بتتشخص بالاضطراب ده. لا، في طريقة تانية انها بتشخص بيه الاضطراب ده، فعشان كده نسيب الطبيب هو اللي بيشخص. النقطة التانية ان ممكن نعدي في المرحلة دي كلها من غير علاج، يعني كل ما انا ببقى واعي لنفسي، واعي لمشاعري، واعي للتغيرات اللي بتحصل لي في الفترة دي، ممكن تساعدني ان انا اعدي الفترة دي بسلام. لكن ممكن في الحالات الشديدة اللي بتأثر على حياتي باخد علاج، سواء بيكتبهولي دكتور أمراض النساء أو الدكتور النفسي في الحالة دي. النوع الثاني وهو النوع الأخطر، وهو اكتئاب ما بعد الولادة، وده موجود من ضمن المحددات بتاعت مرض الاكتئاب الجسيم، يعني من ضمن الميجور ديبريسيف ديس اوردر، من ضمن الاكتئاب الجسيم اكتئاب ما بعد الولادة. وممكن نحط له تفسيرات ان بسبب الاختلاف الهرموني اللي بيحصل للست بعد الانجاب. ده بيبقى في منه نوعين، نوع منه خفيف بيبقى منتشر في كتير جدا من السيدات، وبالذات في البرايمي جرافيدا اللي الست الاول مره تنجب، اللي هو بيسميه احيانا في الكتب البيبي بلوز. البيبي بلوز يعني الست بعد 3-4 ايام من الولاده بتبتدي تشعر بنوع من انواع القلق، بتبتدي تشعر بنوع من انواع المشاعر المختلطه ما بين الخوف والفرح، ما بين الحزن وشيل المسؤوليه، وخصوصا لو مش عارفه مثلا ترضع ازاي، مش عارفه تربي ابنها ازاي، او تخلي بالها منه ازاي.
فبيبقى النوع ده منتشر، وخصوصا لو كان كمان مصاحب لعدم دعم من الأسرة أو عدم دعم من الزوج. النوع ده في العادة بيعدي بسلام ومش محتاج أي نوع من أنواع التدخل الطبي. لكن لو النوع ده استمر لمدة أسبوعين أو أكتر، أو بدأت تزيد الحدة بتاعته وبدأ يبقى معاه اضطراب في النوم، أو إن الاضطراب المزاجي بقى يبقى شديد جدا، أو إن بدأت تسيطر علي أفكار سوداوية قد تؤدي بي إلى إن أنا أأذي نفسي كأم، أو إن أنا أأذي البيبي بتاعي أو أأذي الطفل بتاعي، أو بدأت تصحبه بعض التغيرات السلوكية غير المفهومة في حياة الأم، أو بدأت تتعرض لنوع من أنواع الهلاوس السمعية أو البصرية، أو إنها زي ما احنا قلنا ان بدأت تفكر انها تأذي ابنها او تأذي نفسها. لا، يبقى احنا كده احنا وصلنا للمرحلة اللي احنا محتاجين فيها تدخل احترافي وتدخل طبي. انا بصفه بالصارم، يعني لابد في الحالة دي لابد ان يكون في تدخل طبي صارم وحازم وسريع، على اساس ان الموضوع ما يتفاقمش او انها تتسبب في إذاء نفسها او البيبي او اي احد من المحيطين بها. مشكلة الاضطراب ده ان هو لو كمل انه ممكن تبقى فيه نوبات اكتئاب اخرى، او انه يطلع من بره اكتئاب ما بعد الولادة ويصبح نوبة اكتئاب عظمى او جسيمة، يعني يصبح تشخيصه ميجور ديبريسيف ديس اوردر كامل الاركان. مشكلته انه ممكن يخلينا نشك ان في الحمل الثاني او الثالث، يعني الحمل اللي بعد كده ممكن الست تتعرض لنفس هذه النوبات، فبنخلي بالنا واحنا بنعدي في مرحلة الحمل اذا كانت محتاجة رعاية طبية نفسية او ما بعد الولادة بالذات. فالتشخيص ده مهم، ومهم ان احنا نخلي بالنا منه ونتعامل معاه زي ما انا قلت كده بمنتهى الجدية، وفي كل الاحوال محدش يهون من الاكتئاب او يهون من المشاعر. محدش يقول ما هي كل الستات بتولد، ما هي كل الناس بتولد، ده مصر فيها 2 مليون ست بيولدوا سنويا، اشمعنى انت؟ لا، ما فيش حاجة اسمها كده. فده مرض ومرض شديد، مهم جدا الدور الاجتماعي للزوج او الدور التشجيعي والدور المساند للزوج وللأسرة، ده دور مهم جدا جدا جدا. لكن لو انا لقيت زي ما انا قلت كده لا، الست بدأت تختلف، الام بدأت تشكل خطر، في الحالة دي لابد ان انا اتدخل تدخل طبي حازم وسريع وقاسي وصارم علشان نحفظ حياة الأم ونحفظ بعد كده الحمل المستقبلي فيما بعد. أتمنى أني أكون عرفت ألقي بعض الضوء على الاضطرابين دول. مهم أن إحنا نبقى واعيين لنفسينا وواعيين للناس المحيطة بينا وللناس اللي بتهمنا في حياتنا، زوجاتنا وإخواتنا وأمهاتنا، نبقى واعيين للقصة دي. لو لحضراتكم اي اسئلة بخصوص الاضطرابين دول او اي اضطرابات تانية اكتبوها لي في التعليقات. سلامة حضراتكم، الف سلامة، وشكرا لحضراتكم. سلام.